أكيد بأنك تفاعل مع كنت اللي اسمع فيه في البلاتو، وتفضل لك كلمة الختام. والله ما طرح تقريبا باستثناء بعض النقاط هو سياسي، والنهضة عندها شكون يدافع عليها وفقدت أنا نحب نامس اللي أول النهضة لم تستفرد بالحكم وفي جميع المحطات كانت مع شركاء. اثنين أنه السردية اللي سمعناها الأخيرة هي التي تقف ومعناتها منطقيا وراء هذا الحكم. نحن أنا كمحامي نتمسك باللي براءة منوبية أساسا ما وقعش حتى ربط، نحن راه اللي طالبينه هو ربط ما بين المؤسسة هذه التي ذكرت وبين حركة النهضة اللي هي لم توفق لا المحكمة ولا النيابة ولا السرديات مثل السردية الأخيرة في إثباتها. النهضة تعرف مصلحتها، فقط أنا باش نقول لك اللي نحن تقريبا سايرين كالاستندفاع في اتجاه الطعن في هذا الحكم بالاستئناف. أنا شوش الحكم راه صدر المعتبر الحضوري، إذا الأجال مفتوحة من ما هيش 10 أيام، الأجال مفتوحة وقت ما نقروا نحن باش نستينفو سنستعرفه، ولكن هذا مربوط بالتشاور مع الأطراف الثلاثة للملف، رفيق عبد السلام وسيد راشد الغنوشي وحركة النهضة، وطالبين فقط أنه يوقع النظر فيه في إطار استقلالية القضاء. شو سألك سؤال أخير سي مختار جماعي، راشد الغنوشي ما حضرش المحكمة؟ لا هو راشد من تاريخ رافض. سابق رافض وقرر اللي هو ما يسمحني المحكمة كيفاش حابة تتعامل مع وضعية كما هذه؟ المتهم الرئيسي لا يحضر ولا يدافع عن نفسه ولا يجيب على الأسئلة ولا ما كيفاش؟ المتهم عنده قرينة البراءة مش قرينة الإدانة، إذا كان يحضر هو بريء لن تثبت إدانته، والمحكمة لابد أن تنظر لما توفر لديها من أوراق في الملف. الأوراق المهمة في هذا نحن أثرناها للمحكمة هو هل عقود أو سلسلة العقود اللي تحدثت عليهم توا مهم. اثنين التحويلات اللي موجودة. ثلاثة الربط بين اسمين لشخصين طبيعيين اسمهم الأستاذ رجل غنوشي والسيد رفيق عبد السلام، وهذه العقود هذا طلبناها، إذا كانت وفرت هذا نحن نفوض النظر للمحكمة في إصدار أي حكم. واضح، شكرا لك أستاذ مختار جماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي. كان عندك تعليق أخير هذا الموضوع ما كاش خلينا للأسف بالحق.